هذا الأسد ليفل 7 كالم 70-80 ممكن قلبه. والله حتى مش بأقوى سلاح كمان، ما في داعي استخدم أقوى سلاح حتى اللي هو هذا. هذا السلاح بيكفي وبيزيد. انت بعدين نعالجك بعدين، خلك عندك، ما بدي اسمع صوتك. الأول نعالج هذا الأسد هيك. اها اخذنا له صورة بالقلب. سيلفر 45. طب ليش مش جولد هذا شباب؟ يعني هذا السلاح اللي بضرب فيه كتير قوي، مبالغ فيه بقوته، مستحيل ليفل 7 لازم هذا جولد اتوقع. مهم ناخده. 1174 اعطانا. ليفل 4 بيطلع فيه دايموند هاد شي نرفس. لا لحظة انا ادي عليهم. بيطلع فيه هذا شي دايموند. بيسمع صوت من هناك لهون. كم متر صحيح بيناتنا؟ نرفس مش مني، مش مني. بظن في اسد حواليه او شي. انه هو الاسد اللي قتلنا من شوي هو راح يكون جنبه. اكيد في لسه اسد ثاني غيره. ما بعرف، حاول افكر، حاول اضرب من هون. نرفس. انا حاليا بلعب ملتي بلاير، ان شاء الله ما يكيكوني. لا راح اضربه هذا السلاح، بس بدي اقرب كمان شوي لسه. بس صار اليرت راح اضرب عليه. رب تعرف فين اجيبه من هون؟ 170 متر. خليني اضرب. خربت السكور انا. والله يمكن ضاع مني السكور. ما مات بسرعة. مش دايموند. ما بعرف، ممكن يكون دايموند يعني بده أكتر من هيك. وزن يكون أكبر وهيك شيء. ما في شيء. أنا صايبه بس مرة بظن، مش مرتين. مرة. سيلفر. 360. بظن هذا كان ممكن يكون دايموند، ما بعرف ولا لا، لانه كان عاطيني 385 لو كم. حرام ترى، مع اني صايبه 100 شوف، بس الاختراق تبع الرصاصه مش قوي، شايف كيف؟ ما بعرف، تشوف يعني الرصاصه هون داخله للرئه اليمنى اليسرى قصدي، وواقفه بس صايبه العمود الفقري والكتف الايمن. طب انا، طب يعني الكتف الايمن كله على بعضه مش واصلته. ما بعرف، تحس غريب يا خيي. اخوان لقيت صيدة حلوة هون. ليفل 4 200 ل 230 35 39. لحد الان هو كالم، من عطى اليرت راح اضرب عليه. هذا ليفل 1 كالم. كالم 35 ل 39 ممكن يكون دايموند. بظن الدايموند على 37 وشوي. ما زال كالم. مية وعشرين، 150 متر تقريبا. ما زال كالم. اتنتف، خلاص وقف. ما
يبي شو وين اجت بالعمود الفقري لو باللونج لو وين؟ من اعطاني اتنتف هواي هيك فرون دروب، ما دام انه كلب فيك تقرب، من اعطاك اتنتف بدك تقتله، ما في مجال، صعب تخليه عايش، انه راح يهرب. فيك مثلا تنبطح وبعدين تقرب هذا ارنب. تنبطح وتقرب عليه شوي شوي. بس خلص على 150 متر مدى السلاح فاضرب. جولد 36.47. الله نحن مع قلت لكم 37.69 كان ممكن يكون دايموند ها بس دمرته خيي دمرته. دارك جراي ممتاز. عم يجيب سدادات حلوة ها اليوم. كمل بس لو هذا يغير الوقت قلت له يغير الوقت على الصباحي. ما بعرف هاي البارودي للعصافير لو لايش ما اظن قصدي للعصافير للسكور. كم من 2-4 بظن قوي كتير بالنسبة لهيك حيوانات. ما بعرف بس قتلناه حرام اشفق عليه. خربت هذا السكور بتاعه. وارنينج كاو ليفل 2 مجموعة ارانب هناك. ما بعرف اجرب هاي احس هاي مناسبة له. راح اجرب على راسه. هلا انا مش شايف شيء لحظة. شو هاد الاربعة لحظة مش على راسه. ياخذ راسي. ليفل 4 وين ما كان بده يضرب عليه. لا ما بس المرة راح اجرب بهذا السلاح. حسيت هذاك كثير قوي عليه. هذا سكو هذا كم؟ 60. هذا السلاح من 2-4 من 4-8 راح اجرب هذا بالله مع اني بخاطر شوي بالسكور. 35-40 هذا ممكن يكون احتمال كبير دايموند. ما راح اخاطر واضرب غير سلاح. خلاص هيك بيمشي الحال. مات في ارضه. سلاح والله حلو قوي. هذا بعده جالس. ناخذ الريفنج. ما بعرف مات. ما بعرف. ما بهمني امره كثير بصراحة. ايه عم يصيح من الألم. توجع كثير. خليني ادعي عليه شوي شوي هو لحاله يجي. لا تصصيتنا هناك صدتنا. ما اظن يجي. جاهزين شباب؟ انا اخذ له صورة بالله. دايموند قلت لكم دايموند. مانا 38.04 الله. وكمان لون نادر يعني جولد لونه. جولد هذا ما بعرف حمار هيك على بني. اوكي خلنا ندع على هذا بالله شوي.
ممكن يجي ممكن لا. هذاك كمان شو هذاك شو عم يسوي هناك؟ دول اثنين انا بدي هاد. ديفل 3. طب نحاول على هذا. بدي يهرب. هذاك هرب ليفل 3. ليفل 2 هاي. ويوبا في منتصف القلب. شوف قطيع كامل. لا ليفل 3 ليفل 2 3 4. هذا مش دايموند. لا اللي وراه. ما اظن دايموند. تعال نشوف. اعطاني سيلفر كمان سكور ممتاز. قلبه خي دمرته. شو هاد ليفل 3 كمان. هذا وين رايح؟ شو بصير معه؟ اوكي كلها هربانة من اشي. طيب نختمها بهذا الليون. هي أنت اصلا مش ليون يعني. هي مجرد انت فقط لا غير. حاسس ذاك راح يسرق لي صيدتي. هو كلم لحد الان. شايفين كيف؟ فينا انا نقول طيب. كلم. كلم هذا يعني. ما زال كلم. ما في ذكر حواليها؟ انا داري على شيء والله. ما تجي؟ اه اجت. بدها اكل. ممكن احول على قلبه كمان. بس توقف. وين هربت؟ ماتت بظنها؟ اه ماتت. الإصابة مستحيل تخيب. صابي قتلتها بالرئة اليمنى واليسرى مع بعض. بس كيف خي؟ اه فادت من هون هيك على طرف شوي. اخترقت الاول شي طرف اليسرى وسحبت على اليمنى. بس شوف القلب وين. شوف الضرب وين. ممتاز. طبعا يا شباب شكرا لحسن المتابعة ونلتقي في الايام القادمة. السلام عليكم.